بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 163. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الشغار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب نكاح الشغار. والشغار مأخوذ من شغر المكان، إذا خلا قال شغر. ونكاح الشغار هو نكاح البدل، تجعل امرأة بدل امرأة بدون صداق لكل منهما، امرأة بدل امرأة بدون صداق لكل منهما، وهذا باطل، هذا نكاح باطل. وذلك لأنه يجب جعل صداق للمرأة، قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. آتوا النساء صدقاتهن، جمع صداق، جمع صداق. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى في إنكاح المملوكة، إنكاح المملوكة: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. أجورهن يعني صداق، صداق المرأة يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى أجرة. فإذا لم يسمى لها صداق فإن العقد يصح، ولكن يفرض لها صداق مثلها، يفرض لها صداق مثلها، ولا تبقى بدون صداق. نعم. باب نكاح الشغار. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته وليس بينهما صداق، رواه الجماعة. هذا هو الشغار، هذا هو نكاح الشغار، تجعل امرأة بدل امرأة بدون صداق لكل منهما، وهذا عقد باطل، هذا عقد باطل، لأنه فقد شرطا من شروط عقد النكاح. نعم. رواه الجماعة، لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله من كلام نافع، وهو كذلك في رواية متفق عليها. نهى عن نكاح الشغار كذا، وفي رواية وهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. نعم. رواه الجماعة، لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله من كلام نافع، وهو كذلك في رواية متفق عليها. وعن ابن عمر، يعني أنه فسر في بعض الروايات دون بعض، والمطلق يحمل على المقيد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام، رواه مسلم.
لا شغار في الإسلام، هذا نفي، هذا نفي له يدل على بطلانه وأن الإسلام لا يقره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. رواه أحمد ومسلم. نعم، بدل يجعل امرأة بدل امرأة بدون صداق لكل منهما، وهذا عقد باطل. نعم. وعن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج أن العباس ابن عبد أن العباس ابن عبد الله ابن عباس أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كان جعلاه صداقا، فكتب معاوية ابن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمر بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الخليفة فسر الشغار بأنه جعل امرأة بدل امرأة بدون صداق، وبعض العلماء يقول ولو كان فيه صداق، لأنه لا بد أن يحصل على المرأة نقص إذا جعلت امرأة بدل امرأة ولو كان بينهما صداق، فلا بد أن يحصل على المرأتين أو إحداهما هضم لحقها. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. لا جنب ولا جلب، هذا في الدواب، أن يسابق عليها ليرى أيها أسرع، وهذا لا يجوز، إنما السبق الذي يقصد السبق الذي جاز هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا نصل، لا سبق إلا في نصل، والمراد به الرماية. هذا يجوز أن يتسابق في الرماية، يجوز أن يتسابق الاثنان في الرماية، أيهما يصيب وأيهما أجود، أو خف، وذلك على البعير، أو خف للبعير، يعني السباق على الإبل يجوز، السباق على الإبل يجوز، أو حافر يعني الفرس، نصل أو خف أو حافر. لماذا جاز في هذه الأمور الثلاثة؟ لأنها من أمور الجهاد، رخص في ذلك من أجل أنها تدرب على الجهاد في سبيل الله. نعم. ولا شغار في الإسلام، ولا شغار محل الشاعر، ولا شغار في الإسلام، هذا نفي له، ولصحته أن تجعل امرأة بدل امرأة بدون صداق. نعم. ومن انتهب فليس منا، ومن انتحب فليس منا، والنحب هو رفع الصوت على الميت، رفع الصوت بالبكاء على الميت، وهو النياحة، النحب هو النياحة سواء، والمراد به رفع الصوت على الميت من باب الجزع، وعضداه ورأساه وناصراه نعم. وردت بها يا شيخ. نعم. ومن انتهب فليس منا،
رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. أي نعم. ومن انتهب النهبة، يعني النهبة التي يعملون ينثرون، يسمونها النثار، ينثرون الدراهم، ومن أخذ منها شيئا فهو له، وهذا لا يجوز لأن فيه ضاعة للمال. نعم. باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها. الشروط في النكاح، يجوز الشروط في النكاح ولكن بعضها منهي عنه، بعض الشروط لا كلها، سيأتي. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. رواه الجماعة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. فيتأكد والوفاء بالشروط في النكاح لأنه استحل به فرجا حراما فصار حلالا بالعقد والشرط. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى. متفق عليه. وفي لفظ متفق عليه: نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. نعم، تعيده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. نعم، إذا عرفت أن أخاك تقدم لخطبة امرأة فلا يجوز لك أن تخطبها حتى ينكح أو يرد، حتى ينكح أو يرد، إذا رد تخطبها حينئذ، أو هو تنازل عن خطبتها، تنازل عن خطبتها فلا بأس بذلك. أما أن تخطب امرأة وقد خطبها شخص قبلك من المسلمين فهذا عدوان وظلم ولا يجوز. نعم. أو يبيع على بيع أخيه. أو يبيع على بيع أخيه، مثلا السلعة بالمزاد، المزاد العلني، المزاد العلني، فإذا وقف المزاد، وقف المزاد وأراد أن يبيع على أحد السائمين فلا يجوز لك أن تقول عندي زيادة، ما يجوز لك أن تقول عندي زيادة، هذا حق له، ولا يجوز لك أن تسيء إليه بأخذ حقه. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحبتها، وهذا محل الشاهد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها وتنكح، ما يجوز هذا، عدوان على حق أختها، تقول طلقها وأنا تزوجك، هذا لا يجوز، هذا عدوان عليها. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى. رزق هذه المرأة على الله، ولا تدخل على امرأة مع زوج وتطلب منه طلاقها لتتزوجها بدلا عنها. نعم. وفي لفظ متفق عليه: نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. وعن عبد الله: نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، تقول له: لا أتزوجك إلا إن طلقت فلانة، حرام هذا ولا يجوز. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى. رواه أحمد. أي نعم، نفس الشيء، لا يجوز أن
تنكح المرأة بشرط طلاق الأخرى، بشرط طلاق الأخرى، تقول لا أتزوجك إلا إن طلقت فلانة. نعم. باب نكاح الزاني والزانية. نعم، الزاني والزانية لا يجوز للمسلم أن يتزوج من هذا، من هذا الموضوع، يتزوج زانية أو الزاني يزوج، لا يجوز هذا، والعقد باطل. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا تنكح الزاني حتى تتوب، حتى تتوب توبة صحيحة، تقلع عن الزنا وتخرج من العدة، حينئذ يتزوجها لزوال المحذور. نعم. وكذلك الزاني لا يزوج حتى يتوب إلى الله عز وجل ويترك الزنا نهائيا، حينئذ يزوج. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود. الزاني المجلود، المجلود يعني الذي يقيم عليه الحد، حد الجلد. نعم. الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، إلا مثله، إلا زانية، كما في القرآن: الزاني لا ينكح إلا زانية. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. رواه أحمد. نعم، هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زانية لأنها طلبت منه ذلك، فقرأ عليه هذه الآية: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جد عمرو بن العاص، نعم، أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، كان يحمل الأسارى بمكة، نعم، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني. فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. نعم. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي أراد أن يتزوج زانية بمكة يقال لها عناق، قالوا لها عناق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه حتى نزلت الآية: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. نعم. باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. نعم، الجمع بين المرأة وقريبتها، إما عمتها وإما خالتها، لأن هذا يحدث القطيعة بينهما، والإسلام جاء بتحريم القطيعة بين المسلمين. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، رواه الجماعة. وفي رواية: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. نعم، لأن ذلك يحدث عداوة بين الأقارب، لأن الضرتين يكون بينهما عداوة. نعم. ولأحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع، وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، رواهما الدارقطني. قال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي رضي الله عنهم. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. ها؟ وابنته من غيرها، الجمع بين امرأة وابنته من غيرها، بين امرأة رجل وابنته من غيرها، هذا لا بأس به، لا بأس به لزوال المحذور. نعم. وعن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي 8 نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن 4، رواه أبو داود وابن ماجه. فإذا أسلم الرجل وعنده أكثر من 4 فإنه يخير بأربع منها، خير بأربع من ما عنده ويترك الباقي، لأنه لا يجوز الزيادة على 4. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد 2 ويطلق. نعم، العبد يعني المملوك، المملوك على النصف، ينكح 2. نعم. ويطلق تطليقتين، هذا كمال الطلاق في حقه، وليس له 3 طلقات. نعم. وتعتد الأمة 2. وكان التنصيف طلقه نصف، يعني نصف 3 طلقه نصف، لكن يجبر الكسر فيصير 2. نعم. وتعتد الأمة 2، رواه الدارقطني. تعتد الأمة بحيضتين، كان المفروض حيضه نصف، لكن الحيض لا يتنصف فجبر الكسر، صار لها 2. نعم. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، رواهما أحمد والبخاري. نعم، لا بأس أن الرجل يطوف على نسائه اللاتي بعصمته في آن واحد قبل الاغتسال، وإن كان بعد الاغتسال فهو أحسن، أنشط للعود كما في الحديث، إذا اغتسل ثم جامع الثانية أو امرأته مرة ثانية، إذا اغتسل يكون أحسن لأنه أنشط للعود، وإن لم يغتسل جاز له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 نسوة،
وكان يطوف عليهن عليه الصلاة والسلام في وقت واحد، لأنه أعطي القوة عليه الصلاة والسلام، أعطي القوة أكثر من غيره. نعم. باب العبد يتزوج بغير إذن سيده. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، هذا يدل على أن العبد المملوك لا يتزوج إلا بإذن سيده، لأن منافعه محصورة لسيده، وهذا يؤثر على عمله. إذا تزوج أكثر من واحدة فهذا يؤثر على عمله، يؤثر على قوته. نعم. باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد. نعم، الخيار للأمة المزوجة من عبد مملوكة من مملوك، ثم إنه عتق أحدهما. نعم. باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد. عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها. القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعائشة عمته. نعم. عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت تحت عبد، فلما اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه. رواه أحمد والدارقطني. نعم، هذا عبد يقال له مغيث، كان تحته بريرة أمة طيبة، فعتقت وهو بقي على رقه. النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تتركه وبين أن تبقى معه، فاختارت أن تفارقه، فأثر ذلك عليه على زوجها، وجعل يتابعها في الشوارع، ولكنها اختارت نفسها وتركته. نعم. وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. نعم، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع هذا الزوج العبد أو أن تفارقه، اختارت الفراق، اختارت الفراق منه، فدل هذا على أن المملوكة إذا عتقت تحت مملوك فلها الخيار أن تبقى معه أو أن تفارقه. نعم. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، وهي عند مغيث. مغيث، نعم. وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن قربك فلا خيار لك. رواه أبو داود. إن مكنته من نفسها وجامعها بطل خيارها، لا بد أن تفارقه قبل أن يجامعها. نعم. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن قربك فلا خيار لك. رواه أبو داود، وهو دليل على أن الخيار على التراخي ما لم يطأ. الخيار على التراخي، متى ما شاءت تفارقه، إلا إذا وطئها فقد انقطع الخيار. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث، عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة
رواه البخاري وفي لفظ أن زوج بريرة كان عبدا أسودا لبني مغيرة يوم اعتقت بريرة، والله لكأني به في المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. رواه الترمذي وصححه. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تبقى معه، قالت أبقى معه، هذا يعني رأيك أو أن هذا الخيار؟ قال لا الخيار. قالت لا أريده، إن كان تأمرني أن أبقى معه بقيت، وإلا إن كان هذا من باب المشورة فأنا لا أريده. نعم. أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني مغيرة يوم اعتقت بريرة، والله لكأني به في المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. رواه الترمذي وصححه، وهو صريح ببقاء عبوديته يوم العتق. نعم. وعن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة حرا، فلما اعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. رواه الخمسة. قال البخاري قول الأسود منقطع. قوله إنه حر منقطع السند، يعني منقطع السند. نعم. قال البخاري قول الأسود منقطع. ثم عائشة، والمنقطع ما سقط منه راو. نعم. ثم عائشة عمة القاسم وخالة عروة، فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب. نعم. باب من أعتق أمة ثم تزوجها. أي نعم. عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. رواه الجماعة. تعيد من أول. قال وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة يعني مملوكة، نعم، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. نعم، أجر عن العتق وأجر عن أنه تزوجها وأحسن إليها. نعم. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران. نعم، فمن آمن بالأنبياء السابقين وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران على إيمانه بالسابقين وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى يجعل لكم كفلين من رحمته. نعم. وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. أدى حق مواليه يعني مالكيه، وأدى حق ربه بإقامة الصلاة والعبادة الواجبة فله أجران، أجر أنه وفى بحق مواليه، والأجر الثاني أنه وفى بحق الله سبحانه وتعالى. نعم. رواه الجماعة إلا أبا داود، فإنما له منه من أعتق أمته ثم تزوجها كان له أجران، يعني له أول الحديث فقط. نعم. ولأحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران. نعم، يكون لها مهر مثل الحرة، أعتقها لأنها صارت حرة فيشترط لها الصداق. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، فقال له ثابت ما أصدقها؟ قال نفسها، أعتقها وتزوجها.
رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود، وفي لفظ أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، رواه البخاري. نعم، صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهي بلاد اليهود وأصاب السبي، صار من السبي صفية بنت حيي بن أخطب، ووقعت في سهم أحد الأنصار، وقعت في سهم أحد الأنصار فأهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مملوكة يعني. الرسول اعتقها لما صارت إليه، اعتقها وجعل عتقها صداقها، أدل على جواز ذلك، لأن العتق منفعة، ويجوز أن يكون الصداق منفعة. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني يرعى الغنم ثمان سنين، وإن أتم العشر فمن عنده. فاتفق على ذلك موسى والشيخ الكبير. نعم، وفي لفظ أعتق يقال إنه شعيب، والله أعلم. نعم، وفي لفظ أعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، رواه الدارقطني. وفي لفظ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه وخيرها أن اصطفاها من السبي، اصطفاها من السبي، جعلها لنفسه يعني مملوكة له، ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. نعم، فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو يلحقها بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته، رواه أحمد. نعم، وهو دليل رضي الله عنها. نعم، وهو دليل على أن ما جرى عليه ملك المسلمين من السبي يجوز رده إلى الكفار إذا كان على دينه، إذا كان على دينهم. نعم، إذا كان على دينهم، ولكنها أسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها. نعم، باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من تزوج بزواج الشغار وهو لا يعرف حكمه، وقد مر على زواجه أكثر من 30 سنة وله أولاد من تلك المرأة؟ يراجع القاضي وينظر في قضيته. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم النكاح الذي يشترط فيه ألا نفقة للمرأة ولا سكنى وهي راضية بذلك؟ لا، هذه مفوضة ولا يجوز، لابد من الصداق، لابد من الصداق. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، لكن بينهما صداق وليس بدون صداق، فهل يجوز ذلك؟ صحيح أنه لا يجوز، أيضا أنه لا يجوز، مثل إذا خلى من الصداق. نعم، لأنه لا يخلو من إضرار بالمرأة، إما كليهما وإما إحداهما، لا يخلو من إضرار. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا اشترطت المرأة على زوجها طلاق زوجته كي تتزوجه ثم فعل، فهل النكاح صحيح؟ ينظر فيه القاضي، ولكن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل جلد البكر في الزنا
هو كفارة له مطلقا أم لا بد من توبة أيضا؟ لا بد من التوبة، إذا لم يتب فإن ذنبه باق عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما يفعله بعض العوام من تزويج الرجل بمن زنى بها كي يستر عليها، هل يصح هذا التزويج؟ لا، هذا حرام ولا يجوز ولا يصح العقد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بريرة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أتأمرني أم تشفع، فقال بل أشفع، فردت الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك دليل على جواز رد شفاعة أولي الفضل؟ نعم، إذا كان في هذا نقص عليه فيرده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من الذي يتولى نكاح الكتابية من أهلها إذا زوجت أو تزوجت بمسلم؟ القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول قام سكان أو بعض سكان أحد الأحياء بالرياض بإنشاء مصلى مؤقت ليصلوا فيه على أرض مملوكة لا يعرفون مالكها وبدون استئذان من إدارة المساجد، سؤال هؤلاء الأشخاص ما حكم صلاتنا في هذا المصلى مع أنه يوجد مساجد قريبة لكنها أبعد من هذا المؤقت؟ لا بأس بذلك، الأصل الإباحة، الحمد لله، صلون فيه والأصل الإباحة ما لم يعلموا أن صاحبه لم يأذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما أفضل الأوقات لأذكار الصباح والمساء، وهل تقضى إذا نسيها الإنسان أو انشغل عنها؟ أذكار الصباح تبدأ بطلوع الفجر، وأذكار المساء تبدأ بزوال الشمس، تبدأ بزوال الشمس لأنه أول المساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم، سائل من خارج هذه البلاد، يقول ما حكم اشتراط ولي أمر المرأة على من أراد الزواج بابنته يشترط ألا يكون منتمن إلى فرق مبتدعة إذا كانت هذه الفرق منتشرة عندهم؟ هذا طيب لأن هذا حماية لدينها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في الجزء الثالث، يقول صفحة 248، يقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من واظب على يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر 40 مرة أحيا الله بها قلبه، يقول هل للعبد أن يواظب على هذا الذكر كل يوم؟ طيب، هذا طيب، مواظبته على الذكر طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل الرقية بكتابة بعض آيات من القرآن في ورقة ويغسله بالماء ويعطى المريض ليشرب أو يغتسل بهذا الماء، هل هذا الأمر جائز؟ نعم، هذا جائز، وهو من الاستشفاء بكتاب الله عز وجل، من الرقية، هذا من الرقية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل من السنة أن تقرأ أواخر سورة البقرة في المساء وفي الصباح؟ نعم، فيها الدعاء، لأن فيها الدعاء العظيم، تقرأ في الصباح وفي المساء. طيب. نعم. ما يقصد التلاوة، يقصد الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم من يسبل يديه في الصلاة
إذا نصحناه قال أنا آخذ بقول المالكية في إسبال أيديهم في الصلاة. الأمر واسع فيها لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول توفي أحد أصدقائي فماذا علي أن أفعل له من أعمال صالحة بعد دفنه؟ الدعاء له والصدقة عنه، الحج والعمرة عنه إذا تمكنت من ذلك، كله أعمال صالحة تدخلها النيابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يجوز الشراء من السارق وأنا أدري أن هذه البضاعة مسروقة؟ لا، حرام عليك، لا يملكها السارق، لا يملكها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يوجد خلاف في مسألة جواز مصافحة النساء الأجنبيات، حيث قيل إن مذهب الشافعي والحنابلة يقول خاصة يجوز إذا كان في العادات والتقاليد؟ لا أعلم ذلك، لا أعلم ذلك إن أحدا يجيز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول في نهاية كل شهر أجد أن حسابي في البنك، رصيدي في البنك قد زاد بمقدار معين، فأسأل الموظف فيقول هذه فوائد لك، ما حكم هذا المال وكيف أتصرف به؟ اتركه، لا تأخذه، هذا ربا، هذا ربا فلا تأخذه، خذ رأس مالك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في مسجد الجامعة عندنا، يقول هناك طلاب وأناس يأتون بعد الأذان ويصلون في زاوية المسجد قبل إقامة الصلاة، يصلون الفريضة ثم ينصرفون، فما حكم فعلهم هذا؟ هذا لا يجوز لهم إلا إذا كان يفوت عليهم شيء، يفوت عليهم شيء فلا بأس أن يصلوا، لا، أما إذا كان ما يفوت عليهم شيء ينتظرون الجماعة يصلوا معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل من السنة حلق شعر البنت الصغيرة حديثة الولادة؟ لا، حرام هذا، إنما يحلق رأس الذكر فقط، أما البنت فلا يحلق شعرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم تصوير الكتب ونشرها في الشبكة لينتفع بها طلاب العلم، مع العلم بأن بعضها قد كتب عليه حقوق الطبع محفوظة؟ لا يجوز هذا، لا يجوز إلا بإذن أهلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يجوز أن أصلي صلاة الجنازة مرتين، مرة في المسجد ومرة في المقبرة؟ لا، تكفي مرة واحدة، إذا صليت عليها تكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول إذا كانت المرأة، يقول إذا تزوج الرجل بامرأة نصرانية ثم تحولت إلى اليهودية فهل يبقى معها؟ دين أهل الكتاب واحد، اليهود والنصارى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يجب على الأم أن تعدل بين أولادها في الهبة والعطية كما يجب على الأب؟ نعم، عموم الحديث يدل على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول بعضهم يقول إن خلع الخفين يبطل المسح لكن لا يبطل الطهارة، يقول ما حكم هذا القول وهل هو صحيح؟ هذا قول جاهل لا عبرة به، هذا جاهل يقول من جهله، ما هو بيقول عن علم. إذا خلع الخف، خلع الممسوح عليه، إذا خلع الممسوح عليه بطلت الطهارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، فهل يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها؟ إيه نعم، تبقى في بيت زوجها، لكن تعتزله ويعتزلها، وبشرط أن يكون في البيت سكن ناس ساكنين في البيت تعيش معهم. أما أن تبقى في البيت وحدها وليس فيه إلا هو فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قال لي والدي لا تتزوج بهذه المرأة وأقسم علي في ذلك، فهل يجب علي، يقول، أن أطيعه؟ والله إطاعته لا شك إنها أحسن لك، والدك ينصح لك، ناصح لك، يريد لك الخير، وإذا كان إنه سيتأثر فأنت لا تؤثر على والدك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز التعزية قبل دفن الميت؟ نعم، من حين تخرج روحه فتجوز التعزية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من شروط الزواج بالكتابية أن تكون محصنة، يقول: ما المراد بهذه اللفظة؟ أن تكون محصنة يعني عفيفة عن الزنا، محصنة يعني عفيفة عن الزنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة المخطوبة أن تضع، يقول، المكياج ونحوه إذا رآها الخاطب؟ لا، هذا غش، يراها على طبيعتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تقديم بعض المهر وتأخير بعضه؟ نعم، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أخي قد اختفى منذ مدة، وقيل إنه قد توفي، فتزوج زوجته وبعد مدة رجع أخي، فما الحل في هذه المسألة؟ يراجع القاضي في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا صليت في صف، يقول، مقطوع، فهل صلاتي باطلة؟ لا، ما هي باطلة، لو صف اثنان وراء الصف جاهز هذا، إنما الفذ هو الذي لا تصح صلاته خلف الصف، أما إذا كانوا اثنين فأكثر فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، فهل يجوز للرجل أن يجمع بين ابنتي عم؟ نعم، لا بأس بذلك، ما هي بعمة ولا خالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي ابنة متزوجة لكنها فقيرة، هل يجوز لي أن أعطيها من زكاة مالي، وهل يجوز لي أن أعطيها من الصدقة؟ إذا كان الزوج ينفق عليها وقام بالنفقة لها فلا تستحق الزكاة، أما إذا كان عليها نقص فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للزوج أن يهجر زوجته؟ ليش؟ لا يهجرها إلا بحق، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. الناشز نعم له ضربها وله هجرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للزوجة أن تشترط عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها؟ نعم، يجوز هذا، يجوز هذا، إنما الممنوع أن تسأل طلاق المرأة لتتزوجه.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أيضا يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند العقد أن يكون الطلاق بيدها؟ لا، ما يجوز هذا، تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن؟ لا أصل له، لا أصل لذلك، إنما هو فعل مبتدأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المقصود بالسلفي والمبتدع، وهل يجوز التبديع لكل أحد؟ ما المقصود بالسلفي والمبتدع، وهل يجوز؟ السلفي اللي على مذهب السلف الصالح، والمبتدع هو الذي يرتكب بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، هذا المبتدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في الزفة في الزواج، هل يجوز، هذه امرأة تقول في الزفة في الزواج، هل يجوز أن نفتح أناشيد بصوت رجل دون دف، فقط صوت رجال ينشدون؟ لا، إنما صوت نساء، ما هو صوت رجال، صوت نساء، هذا الذي وردت به السنة. نعم. ولا يسمعهن أحد، ما يفتح مكبر الصوت، يكون قاصرا على المكان فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هل يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة الكافر إذا كانت المرأة نصرانية؟ لا بأس بذلك، ما له حرمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن زوجها لا يصلي ويفعل المحرمات، هل يجوز لها أن تجلس معه لأجل أولادها؟ تراجع القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم المرأة التي ترفض التعدد وتنكره؟ لا يجوز هذا، الذي ينكر شيء أباحه الله هذا على خطر في دينه، فلا ينكره، إنما تكرهه لطبيعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحيانا بعد التبول أكرمكم الله يخرج مني الودي، فأنتظر حتى أظن أنه انقطع ثم أتوضأ وأصلي، لكن بعد ذلك أجد آثاره في ملابسي، هل أعيد الصلاة؟ إذا كنت تعلم أنه خرج بعد الوضوء، هذا ينقض الوضوء، فتعيد الصلاة، تتوضأ وتعيد الصلاة. أما إذا كنت لا تدري متى خرج، فالأصل صحة الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: إن معاوية وأبا الجهم قد خطباني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة. يقول: هل هذا من باب الخطبة على الخطبة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيب الرجلين، ذكر لها عيب الرجلين لأنها استشارته، والمستشار يبين، يجب عليه أن يبين ما يعلمه، فالرسول ذكر لها عيب الرجلين ثم أمرها أن تنكح أسامة. أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب حبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من وطئ زوجته وهو لا يعلم أنها حائض وهي لا تعلم كذلك، فهل عليهما كفارة؟ لا، ما عليهما كفارة، أنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء من أجل المحاضرات في الجامعة؟ لا بأس بذلك،
صلاة العشاء كل ما تؤخر إلى ثلث الليل ونصف الليل أفضل، إذا كان تأخيرها لغرض صحيح فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا جمع الكافر بين امرأة وعمتها ثم أسلم، فهل يجب عليه أن يختار إحداهما؟ نعم، يجب عليه ذلك ولا يبقيهما على حالهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الميت فيه ضرس من ذهب، فهل يجب أن يخلع أم أنه يدفن معه؟ إذا كان يحصل ضرر على جسم الميت فيترك، أما إذا كان ما يحصل ضرر يخلع بدون ضرر فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كم عدد تكبيرات صلاة الجنازة؟ وإذا زاد الإمام التكبيرات عن أربع فهل هناك محذور في ذلك؟ إيه نعم، تكبيرات على الجنازة أربع تكبيرات، هذا الوارد وهذا الذي عليه العمل ولا يزيد خامسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان العبد يريد الزواج لكن السيدة يمنعه، فهل يجوز له أن يتزوج حينئذ خوفا من الفتنة؟ لا، يرفع أمره للقاضي والقاضي يشوف ينظر في الموضوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث الذي مر معنا: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، يقول: ما المقصود بعاهر؟ زاني يعني، عاهر يعني زاني، العهر الزنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم إقامة مركز للدعوة إلى الله بجوار قبة وقبر يعبد من دون الله لأجل دعوة هؤلاء باستمرار؟ لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، يزيد الطين بلة، يكون في مكان آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رفع الثوب إلى أنصاف الساقين هل يعد من لباس الشهرة؟ يقول: علما بأنني من بلاد غربية. لا تخرج عن لباس البلد إلى الكعبين، إلى الكعبين لا تخرج عن لباس البلد، لباس اللي يخالف لباس البلد الجائز شرعا هذا الشهرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو مسلم أنه يعد بذلك من الصحابة؟ لا يعد من الصحابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يلزم المرأة أن تلبس الحجاب عند قراءة القرآن؟ لا، تلبس الحجاب إذا كان عند رجل غير محرم، أما إذا لم يكن عندها أحد يعني من غير محارمها فلا تلبس الحجاب، تقرأ القرآن وهي على حالها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: أخذت امرأة ساحرة مني أمرا دون علمي، فلم يتقدم أحد لخطبتي وأنا دائمة الأوجاع، فما الحل في ذلك؟ حاول علاج السحر بالأمور المشروعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الاستعانة بالرقية الشرعية في جميع الأمراض والأوجاع؟ شوف في كتاب التوحيد باب النشرة، والنشرة هي حل السحر عن المسحور،
شف النشرة الجائزة والنشرة التي لا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الاستعانة بالرقية الشرعية في جميع الأوجاع والأمراض؟ لا بأس بذلك، القرآن شفاء، شفاء عام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يمكن وقاية الأطفال من العين الحاسدة، وهل لا بد من حضورهم عند تعويذهم؟ لا، ما هو بلازم حضورهم، عوذهم بالتعاويذ الشرعية ويحميهم الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة للساحر، هل يقال عنه بأنه كافر؟ خلاف تفصيل، يعني هو الأقرب والله أعلم، إذا استحل السحر أنه كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يزعم أنه يعلم بعض المغيبات كمن سرق منك وغير ذلك من الأمور، وأن عنده قرين، فهل يصدق في هذه الأمور؟ لا، يؤدب، هذا يؤدب ويضرب حتى يطلع عن الشيء هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر؟ نعم، سحر فأقاه جبريل فبرأه الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم منع صغار السن من الجلوس في الصف الأول مع تقدمهم؟ إذا كان طفل مميزا وسبق إلى مكان في المسجد فلا يقام منه، هو أولى به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وجدت جوالا في المسجد، فهل يجوز لي رفع الصوت بالإخبار عنه؟ في المسجد لا، خارج المسجد اطلع وراء باب المسجد ونادي من ضاع له شيء في المسجد، ما تقول من ضاع له جوال، تقول من ضاع له شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: من به سلس البول أكرمكم الله، هل يجوز له أن يدخل إلى المسجد ويصلي مع الناس؟ نعم، يضع حافظ على ذكره، يضع حافظ يمنع تسرب البول ويصلي مع الناس، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ الزواج بنية الطلاق هذا يشبه المتعة، وهذا خديعة أيضا، خديعة لأهل الزوجة وللزوجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تشترط الطهارة لأجل الطواف؟ أي نعم، قول الجمهور لابد من الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، غير أنكم تتكلمون فيه. قوله صلاة، الصلاة ما تصح إلا بطهارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: تزوجت بامرأة لم تحج حجة الإسلام، فهل يجب علي أن أدفع تكاليف حجتها؟ إيه؟ يقول: تزوجت بامرأة لم تحج حجة الإسلام، فهل يجب علي أن أدفع تكاليف حجتها؟ لا، ما يجب عليك، لكن أحسن إليها. لا، ما يجب عليك، هي ما استطاعت، وما دامت ما استطاعت فليس عليها حج، ولله على الناس حج البيت من